السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في سوبر مامي. هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة اللي هي بنفس طريقة الشاتو، سهلة جدا وسريعة واقتصادية، وكمان بسهولة جدا تطلع ناجحة معاكي. المقادير سهلة جدا، كوباية وكوباية وكوباية، كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية كاكاو خام مش الكاكاو المحلى عشان ما تطلعش فاتحة قوي معاكي، وكوباية من الدقيق الأبيض عليه كيس بيكنج باودر، وبيضتين، وكمان فانيليا. يبقى معايا كده كام؟ 4 كوبايات، كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية كاكاو، كوباية دقيق. سهلة جدا، ما فيهاش أي حاجة تلخبط. يعني أول حاجة هعملها إن أنا هحط اللبن مع السكر وأضربهم مع بعض لحد ما قوامهم يتقل شوية. من الضروري يعني إن السكر ما يكونش حبيبات، يعني خرز، يكون سكر ناعم شويه عشان ما يخرصش معاكي في الكيك ويقعد يقرقش كده في الصوص بتاع الشوكولاته. اللي احنا بنعمله دلوقتي ده الصوص بتاع الشوكولاته اللي هنحطه عليه على الكيكه لما تخلص في الاخر، وهو هو نفس برضو خليط الكيك، يعني هي منها فيها كده بالصوص بتاعها. بعد ما ضربت السكر مع اللبن هحط دلوقتي الكوبايه بتاعت الكاكاو الخام واخلطهم كده مع بعض كويس. خدي بالك انك لما تحطي الكاكاو تقلبي الاول بالمضرب من غير ما تشغليه، عشان لو شغلتي على طول كده من غير ما تدوبي الكاكاو هيطير منك كله وهيبهدلك الدنيا. قلبي كويس الاول لحد ما الكاكاو يختلط كده شويه مع الخليط، ابداي اضربي. اللي احنا بنعمله دلوقتي دوت هو خليط الكيك، وهو نفس الصوص على الشوكولاته اللي انا هشيل منه كوبايه احطها على الكيك لما تخرج من الفرن. يبقى حطينا كوباية السكر، كوباية الكاكاو، وكوباية اللبن، ال3 كوبايات مع بعض. بعد كده هنزل كوباية الزيت، بس عشان الصوص يتقل معايا ويديكي نتيجة كويسة ما تنزليش كوباية الزيت مرة واحدة. لو نزلتيها هيفضل الصوص خفيف معاكي مش هيتقل، عشان تدهني بيه او تحطيه على الكيك ويمسك نفسه ويبقى صوص شوكولاتة ما يبقاش خفيف قوي. الزيت هنزله بالتدريج اثناء الضرب، تنزلي شوية بشوية، يعني ممكن تنزليه سرسوب كده مع الضرب. اول ما تعملي كده هتلاقي الصوص تقل في ساعتها، في وقتها كده كل ما تضربي كمان يتقل زياده. بصوا انا بنزل كده الزيت دلوقتي، انا بنزل الزيت وهو بيتقل، انا بنزل الزيت وهو بيتقل معايا. وبعد ما ضفنا كده المكونات دي كلها وخلطناها كويس مع بعض لحد ما عمل معايا، لو تاخدوا بالكم الصوص تقيل اهو، حتى انا ما ضربتش كتير. بعد ما حطيت الزيت ضربت شوية صغيرين كده. خلاص انا خلصت صوص الشوكولاتة، هبتدي بقى اشيل منه كوباية علشان احطها على الكيكة لما تطلع. الوصفة دي حلوة علشان الصوص كده في الكيكة منها فيها، ما بتعمليش صوص شوكولاتة لوحده. وعلى ما الكيكة تخرج من الفرن هحط الصوص ده في التلاجة، وكل ما تحطيه في التلاجة بيتقل اكتر، بيبقى حلو جدا في الدهن. هنزل بعد كده على باقي الخليط بيضتين والفانيليا، هخلطهم كويس. بعد كده اضيف كوباية الدقيق اللي انا قلبت عليها كيس بيكنج باودر، طبعا الدقيق منخول. زي ما اتفقنا نقلب الاول عشان ما تعفريش الدنيا، اخلطي الاول الدقيق مع باقي الخليط وبعدين اضربي. طيب انت دلوقتي بعد ما ضربت الخليط ده كده مع الدقيق، الخليط هيتقل معاكي شويه، لو لقيتيه تقيل حاساه مش زي خليط الكيك يعني عادي جدا، هزود دلوقتي 1/4 كوباية من اللبن عشان الخليط يبقى القوام بتاعه مناسب. حطيت كده 1/4 كوباية، هحط 1/4 كوباية كله، وطبعا على حسب الدقيق، في دقيق بياخد سوائل اكتر من دقيق، فخدي بالك ان انت تبقي مركزة في قوام الكيك، مش مشكلة تحطي لبن قد ايه. ضفت كده اللبن والخليط بقى قوامه كويس. ده قالب سيليكون بتاع تابر وير،
انا بيتعمل فيه من غير دهن ومن غير اي ورق، انا بمجرد انت بتبلي القالب وتنطري الميه منه وتبتدي تصبي فيه خليط الكيك على طول كده. القوام مناسب زي ما انتم شايفينه كده، حامله القالب يعني يعني اكتر من الربع شويه، شويه صغيرين عشان انا بحب الكيك يبقى عالي وما فيش مكان فاضي لما يستوي، بحب ومالي الكوبايه كلها. مسخنه الفرن على 180 بس هقلل الحراره على 130 لما اجي ادخل القالب، مشغله طبعا الفرن من تحت بس والشوايه لا. كده بعد ربع ساعه اختبرته بالخله لقيته استوى، خرجته بره الفرن. غسلت القالب ونطرته من الميه وهحط باقي الخليط فيه اللي كان متبقي معايا من الاول. هتلاقي الخليط بتاع الكيك اكنه اتخمر شويه، تقل خالص كده، ما تقلقيش صبيه عادي في القوالب ومش هيحصل مش هيحصل اي حاجه وهتطلع حلوه. ده كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، يمكن طلعت اعلى من الصينيه الاولى، هشه جدا. كمان بتطلع من القالب بمنتهى السهوله. كده خلاص طلعت كل الكميه من الفرن، همسك بقى الخله بتاعت الشيش طاووق او ممكن شوكه لو عندك، ما عندكيش خله تخرمي كده الكيك عشان لما نحط صوص الشوكولاته برضو ينزل جواها ويبقى حلو، ما يبقاش من على الوش كده بس، لا يا برضو ينزل جواها. خرجت بقى كده الصوص من الثلاجه، هتلاقيه بقى تقل معاكي شويه. لو انت عامله الشاتو ده او الكيكه دي في صينيه تبتدي تصبي كل الخليط وبمعلقه تبداي تفردي الشوكولاته على الصينيه. انا برضو استخدمت هنا بعد ما حطيت الشوكولاته استخدمت معلقه في ان انا اوزع شويه الصوص على الوش بتاع الكيك. عايزه اقول لكم ان هي هايشه جدا وفي البق بتدوب، الطريقه حلوه جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. دخليه بقى التلاجة الصوص يمسك شوية عليها ويثبت اكتر. حطوا لايك للفيديو لو عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد من سوبر مامي. سلام عليكم.